هلا ولد صغير، اليوم معكم فيديو جديد وفكرة جديدة. فكرة اليوم اللي عجرب نصف الكيبورد على كول اوف ديوتي وورزون. ان شاء الله ما ندعست، لان انا ولا مرة جربت العب نصف كيبورد على العاب الكول اوف ديوتي بشكل عام. قبل ما بلش لا تنسوا تصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف فينا نوصل المقطع 20 لايك، اكيد نتودى. ولا تنسوا الاشتراك، ما ضل لنا شيء نوصل 80 مشترك، ضل لنا 3 بس. تفعيل زر الجرس لصقم فلش جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبلش. الاس بيفتحه، انا لانه متعود على تحكم فورتنايت. حرام والله حرام، يعني صعب نوصل الكيبورد. انسى، كتير صعب نوصل الكيبورد. اوكي شكله الحزن باين من هلا هون. شفتوا بالك؟ شفتوا؟ دايم بوي. ابلع. كيف يعلمها؟ فوت بقى كمان بستل. حرام حرام. كان كبني السلاح. حرام هيك عصر، حرام. ايش في؟ دباب. شوف اذا مثل السيارة. نعم بوي، يلا ابقى بي شيل. يا عم سواق بيض. سواقته اصعب من الحياة الحقيقية هون. منيح انتبهنا له، ولا كان بده يتراني سنايب. هو وين فوق؟ ليش مان؟ حرام. لا حرام. دامي السلاح. نخلط هون خلط. اوكي والله شكلي مندعس. ياب معرق، بس على القليلة دعسنا واحد. يلا منيح بليز مان.
ياب ام ديد. رح اضطر انهي هون. بتمنى استمتعتوا بالمقطع، لا تنسوا تضغطوا زر اللايك والاشتراك لنوصل ل 80 مشترك، لا تنسوا تفعيل زر الجرس لتشوفوا كل شيء جديد. السلام عليكم، نشوفكم بمقطع جديد.